نرحب بكم اليوم في درس مادة العلوم للصف الأول المتوسط. نتحدث اليوم طبعا عن موضوع مهم جدا، وهو تكمل للسابق المواضيع، وهو المملكة الحيوانية. وسنتحدث في البداية عن خصائص الحيوانات. عندما نتحدث عن كلمة خصائص حيوانات، فنقصد ما هي الشروط الواجب توفرها لنطلق على هذا الكائن الحي، هل هو حيوان أو نبات أو بكتيريا أو أي كائن. هناك 5 شروط يجب أن تنطبق لنطلق على هذا الكائن الحي حيوان. أولا، عديد الخلايا. تعلمون كما تعلمون لدينا في التصنيف في كائنات وحيدة خلية وكائنات عديد خلايا. المملكة الحيوانية، جميع الذين ينتمون للمملكة الحيوانية، جميع أفرادها وكائنات حية عديدة الخلايا. الخاصية الثانية التي يجب أن تتوفر ثانيا، حقيقية النواة. ماذا نقصد بكلمة حقيقية النواة؟ احنا لدينا في تصنيف الكائنات الحية تصنف إلى قسمين، بدائية وحقيقية. ماذا نقصد بكلمة بدائية وماذا نقصد بكلمة حقيقية؟ الكائن الحي البدائي هو ذلك الكائن الحي التي تكون خلاياه بهذا الشكل، مادته الوراثية تكون سابحة بهذا الشكل، أي لا تحاط بغشاء نووي. بينما الكائن الحي حقيقي النواة تكون خليته بهذا الشكل، وتكون المادة الوراثية محاطة بغشاء نووي، بالإضافة إلى أنه يحتوي على عضيئات مثل الميتوكوندريا أو البلاستيدات مثلا في النباتات، محاطة بإيش؟ بأغشية. فهذا يسمى حقيقي وهذا يسمى بدائي، خلية حقيقية وخلية بدائية. المملكة الحيوانية من هذا النوع اللي هو حقيقية النواة، هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة بالنسبة للتغذية، غير ذاتية. ماذا نقصد بكلمة غير ذاتية؟ أي أن الحيوان لا يستطيع أن يصنع غذاء بنفسه كما النبات. النبات يستطيع أن يصنع غذاء بنفسه، بينما الحيوان لابد أن يلتقط غذاءه من كائن حي آخر، إما عن طريق الافتراس يفترس الكائن الحي، أو عن طريق التطفل يعيش مثل على سبيل المثال مثلا البعوض مثلا عندما يمتص الدم، أو يكون قلنا مفترس أو متطفل أو محلل يعيش على بقايا كائنات حية أخرى، يقوم بعملية تحريرها فيسمونها كائنات رمية. فالحيوانات من هذا النوع. رابعا، الحركة. الحيوانات لها القدرة على الحركة، يعني أنت مثلا تشاهد يوميا فيما حولك من الكائنات الحية، مثلا الطائر يطير، الحشرات تطير، الإنسان مثلا يمشي، بقية هذه الحيوانات لها القدرة على الحركة، لكن لم تشاهد يوم من الأيام مثلا شجرة تمشي مثلا، تمام؟ فبالتالي الحركة تعتبر صفة من صفات الرئيسية في المملكة الحيوانية. خامسا، وهذه مرتبطة بهذه النقطة، الكائنات الحية غير ذاتية التغذية. إذن في الكائنات الحية، الحيوانات عفوا، تحتاج إلى عملية الهضم، هضم الطعام، لأنها تقوم بعملية ابتلاع غذاء، فبالتالي تحتاج إلى عملية الهضم. هذه الخمس الصفات التي يجب أن تنطبق لنطلق على هذا الكائن الحي حيوان، ولا نصنف إلى نبات أو فطر أو أي نوع آخر من المملكة أو عفوا من الكائنات الحية. هذا أولا. ثانيا، عندنا موضوع مهم جدا ألا وهو التماثل. عندنا نقطة مهمة جدا في المملكة الحيوانية، حاجة تسمى التماثل. ماذا نقصد بالتماثل؟ عندي التماثل، الكائنات الحيوانات مقسمة عديم لها تماثل. التي لها تماثل تقسم إلى قسمين، جانبي وشعاعي. العديم مثلا عندنا، وغالب الكائنات الحية تكون غير منتظمة الشكل، مثل الإسفنجيات تجيك بهذا الشكل، فلا يمكن مثلا، مقصود بالتماثل أنك عندما تضع خط، مثلا أنا عندما أضع خط في المنتصف هنا
فإنك ستشاهد أن جسمي مقسوم إلى قسمين متماثلين، هذه جهة وهذه جهة، عين هنا عين هنا، في جزء الأنف مقسوم باليد اليمنى اليد الأسرة، وحتى لو مشيت في الأعضاء الداخلية ستجد كل قسم مقسوم إلى نصفين متماثلين، هذا يسمى التماثل. عندي الجانبي، أغلب الكائنات الحية جانبي، فعدم التماثل قلنا الأسفنج، بحيث أنك لو تضع خط هنا مثلا هل تستطيع أن تقسمه قسمين تلقى هذا مثلا متماثل هذا غير متماثل، فيسمى عديم التماثل. لكن جانبي على سبيل المثال زي ما ذكرنا مثلا، لو جبنا مثال مثلا الدودة الشريطية مثلا على سبيل المثال، لأن سنأخذها بعد قليل تحدث عنها مثلا، جسم مكون من أشرطة، لو وضعنا خط مستقيم بهذا الشكل فإن راح نقسمها إلى قسمين متماثلين. الشعاعي أشهر مثال عليها هي قناديل البحر، قنديل البحر جاي بهذا الشكل، طبعا تشوف الزوايا حقتي في الداخل، أي خط يمر بالمركز راح يقسم الكائن الحي إلى قسمين متماثلين، من هنا لو حطيت من هنا لو جيت من هنا، أي نقطة في السنتر راح تقسم الكائن الحي إلى قسمين متماثلين تسمى تماثل شعاعي، وهذه موجودة في شعبة يسمونها شعبة اللاسعات أو قناديل البحر، وأيضا موجودة في شعبة أخرى ولكن في الأطوار البالغة مثل نجم البحر اللي هو شعبة شوكيات الجلد، ستتحدث سيكون في موضوعها في لاحقا في المواضيع القادمة. طيب نجي للنقطة اللي بعدها اللي عندنا التصنيف. تصنف المملكة الحيوانية إلى قسمين رئيسيين، لا فقاريات وفقاريات. اللا فقاريات تشمل 97% من الأنواع الموجودة في المملكة الحيوانية تنضم لهذا القسم اللي هو اللا فقاريات، وتضم هذه القسم تقريبا 8 شعب، منها شعبة الإسفنجيات، اللاسعات، الديدان المفلطحة، الديدان الأسطوانية، الديدان الحلقية، الرخويات، المفصليات، شوكيات الجلد، كل هذه تصنف ضمن اللافقاريات. الفقاريات تضم شعبة واحدة فقط اللي هي شعبة الحبليات، بينما اللافقاريات قلنا تضم تقريبا اللي هو 8 شعب وتشكل 97% من مجموع أفراد المملكة الحيوانية. طيب سنبدأ اليوم طبعا نستعرض الشعب المملكة، نستعرض الشعب المملكة الحيوانية وناخذ أول شعبة اللي هي شعبة الإسفنجيات. شعبة الإسفنجيات طبعا لو تذكرون سابقا قلت في الخصائص الحركة، الإسفنجيات أول ما بدأوا في التصنيف كانوا يتحدثون وكان فيه مجموعة من الكتب والتصانيف تضعها على أنها نباتات بسبب إيش؟ عدم الحركة. لكن مع تقدم العلم واكتشاف الصفات الداخلية لهذه الكائنات الحية وجدوا أنها عديدة خلايا حقيقية غير ذاتية التغذية، لها القدرة على هضم الطعام اللي هي الخصائص، ما عدا الحركة أنها ليس قادر الحركة. فهذه النوع هذا من الشعبة، هذه من شعب المملكة الحيوانية نجتزي منها خاصية من خصائص المملكة الحيوانية اللي هو الحركة، طبعا في الأطوار البالغة. لكن في الأطوار الغير بالغة اللي الطور اليرقي هذه الأنواع قادرة على الحركة، لهذا صنفوها ضمن المملكة الحيوانية، مع أن في البدايات كان يضمونها ضمن النباتات، لكن بوجود هذه الخصائص 1 2 3 4 باستثناء هذا صنفت ضمن المملكة الحيوانية. طبعا ما يميز الحيوانات الإسفنجية، احنا قلنا حيوانات جالسة أي ليس لها القدرة على الحركة، كيف تتغذى؟ طيب إذا كانت غير قادرة على الحركة كيف تستطيع أن تتغذى؟ طبعا لو جينا في تركيب الإسفنج نجد بهذا الشكل، الجسم مكون طبعا من طبقتين من الخلايا، طبقة خارجية وطبقة داخلية، طبعا تميز طبقة الخلايا الداخلية بوجود خلايا مصوتة بهذا الشكل، ولها تجويف جوف معوي. ماذا نقصد بتجويف جوف معوي؟ نقصد بالتجويف الجوف معوي أي الكائنات الحية التي لها فتحة واحدة للدخول والخروج، يسمونها جوف معويات. طيب كيف تتغذى بما أنها جالسة لا تستطيع أن تتحرك؟
الله سبحانه وتعالى ميزها باسمها هذا الإسفنجيات، هي سميت إسفنجيات لأن جسمها مكون من مسامات زي المسامات كذا، ففيها مسامات هنا، هنا في المسامات. ماذا يحدث في المسافات المسامات هذه؟ طبعا هذه الأصوات، تفتح هذه المسامات فيدخل الماء محمل بالغذاء. طبعا الأصوات تتحرك، وهنا موجودة موية، فلما تتحرك كأنها إيش؟ قاعدة تنفض الماء، ويدخل الماء من الخارج إلى الداخل عبر هذه المسامات، يكون محمل الماء بالغذاء. طيب كيف تتخلص من هذا بعد ما تسحب الماء؟ عن طريق الفويهة زي النافورة، تقذف إيش؟ هذه البقايا فتتخلص من الغذاء، فيسمونها تغذية ترشيحية لأنها تدخل الماء عن طريق المسامات ثم تقذفه إلى الخارج عبر الفويهة، فيسمى تغذية ترشيحية لأنها قاعد ترشح الغذاء. طبعا تلتقط الغذاء عبر إيش؟ الأصوات هذه الموجودة، بتمسك بها فتتغذى. طيب هذا بالنسبة للتغذية الأسفنجيات. كيف تتكاثر النوعية من الأسفنجيات هذه؟ لها طريقتين في التكاثر. الطريقة الأولى تكاثر لا جنسي، وهو عن طريق التبرعم، تجي خلايا هنا ويطلع كذا زي الفرد الأساسي موجود هنا، ثم بعد ذلك ينمو ثم ينفصل ويستقر ويبدأ يكون فرد جديد. وتلاحظون قبل شوي لما رسمناها كانت كلها جاية زي بعض كذا، جنب بعض كذا. بهذا الشكل. تمام؟ لأنها متبرعمة مع جنب بعض. هذا النوع الأول اللي هو تكاثر لا جنسي. النوع التكاثر الثاني تكاثر جنسي، ومقصود بتكاثر جنسي كما تعلمون أنه هو حيوان منوي مع بويضة، أي جنسين. طيب هل في ذكر وأنثى في هذا النوع؟ الأنواع هذه أنواع خنثى. إيش معنى خنثى؟ أي تجد في خلية هنا مذكرة وخلية جنبها إيش؟ مؤنثة. تطلق هذه الحيوانات المنوية طبعا هنا، والثانية تطلق البويضات، يتحدون مع بعض البعض ثم تخرج على شكل لاقحة تنمو هذه فيما بعد لتكون فرد جديد. هذا بالنسبة لشعبة اللاسعات. الشعبة اللي بعدها شعبة، عفوا، شعبة الإسفنجيات، احنا شعبة اللاسعات. شعبة اللاسعات طبعا اكيد منكم يعني من مر يوما على شاطئ بحر مثلا بالذات الخليج العربي، سبق ومرت معي مثلا، تجدون زي الانواع الهلامية التي تكون يقذفها البحر، لما تلمسها تحس بزي الحكة على جسمك. من هذا النقطة هذه سميت اللاسعات. وش منين جاي المادة هذه؟ طبعا اللاسعات تتميز، طبعا لها اسمين، يسمونها اللاسعات ويسمونها الجوف معويات. طبعا أشهر مثال عليها اللي هو قناديل البحر، وأيضا نوع يسمى البلناريا. طبعا البلناريا بهذا الشكل مشابهة للخلية، عفوا مشابهة للشجرة، كانها كذا الشجرة كذا بهذا الشكل هذا، ولها أذرع بهذا الشكل. سميت لاسعات لأن موجود هنا في خلايا، هذه الخلية تحتوي على شوكة زي الرمح، عندما تقترب من الفريسة تنطلق هذه الشوكة بأعلى تنطلق هذه الشوكة كما الرمح، ويكون في داخلها مادة زي السم. طبعا المادة هذه تشل حركة الفريسة، طبعا احنا ما تأثر علينا الإنسان، طبعا مع أن في بعض أنواع القناديل البحر الكبيرة في الحجم تكون سامة وقاتلة، لكن الأنواع الضعيفة ما تأثر على الإنسان، بالذات اللي تكون موجودة على ساحل الخليج. تستخدم هذه المادة في شل حركة الفريسة، ثم بعد ذلك تسحب، يعني تنطلق زي السهم كذا، تسحب الفريسة ثم بالذراع ترمي بالطعام داخل التجويف الجوف معوي اللي احنا قلنا سميناها جوف معويات، لان الجوف معوي ايش معناته؟ ان فتحة واحدة للدخول والخروج. طبعا تهضم الغذاء طبعا في خلايا هنا خاصة بالهضم، ثم بعد ذلك الفضلات تخرجها مرة اخرى، وسميت باللاسعات قلنا بسبب وجود الخلايا اللاسعة. وجوف معويات سميت لان ايش؟ لا تجويف جوف معوي، اي فتحة واحدة للدخول والخروج. كما السابق كيف تتكاثر نوعية هذه؟ طبعا فيه زي ما قلنا نفس الكلام السابق، اما عن طريق تكاثر لا جنسي عن طريق التبرعم، تيجي فرد كذا مشابه للفرد الاساسي ثم بعد ذلك ينفصل ويبدا يطلع فرد جديد، او عن طريق تكاثر جنسي، وطبعا في انواعها خنثى وبعضها طبعا تكون في بعضها خنثى، النوع الشعبة هذه في انواع خنثى وانواع لا، فيها طبعا مذكر ومؤنث، تخرج
الحيوانات المنوية هنا ثم البويضات ثم بعد ذلك تلقح ثم تخرج عن طريق التجويف وتنمو وتعطي أفراد جديدة. هذا بالنسبة للشعبة الثانية. ننتقل بعدها لشعبة الديدان المفلطحة. الديدان المفلطحة طبعا فيه الشعبتين هذه في تشابه بينهم. التشابه في حاجتين: واحد، الجسم عبارة عن طبقتين من الخلايا، هذه اللاسعات والإسفنجيات، هذا واحد. الشيء الثاني جوف معي. ايش معنى جوف معوي؟ ان فتحه واحده للدخول والخروج. شعبه الديدان المفلطحه تشترك معهم في خاصيه واحده، وهي انها ايضا جوف معويات. يعني ايش معنى جوف معويات؟ ان لها تجويف واحد للدخول والخروج، لكنها تختلف معهم في الخاصيه الثانيه اللي هي طبقه الخلايا. هنا ثلاث طبقات من الخلايا. طبعا لو قلت لك الديدان المفلطحه اشهر نوع من الديدان الفلطحة، لو أقول لكم تعرفون جميعكم اللي حاجة يسمونها الدودة الشريطية، هذه تعتبر أفضل مثال على أفراد هذه الشعبة، بالإضافة طبعا إلى مثال اللي هو البلناريا. أفراد هذه الشعبة طبيعة المعيشة يصنفونها كطبيعة المعيشة إلى نوع يسمونها ديدان تعيش معيشة حرة مثل البلناريا. حرة معناتها تلقاها في الأنهار في المياه العذبة وتتغذى على كائنات حية دقيقة، بينما النوع الثاني وهي اللي هو متطفلة، وأشهر مثال عليها الدودة الشريطية، وهذه لابد أن تعيش داخل أجسام الكائنات الحية. والله سبحانه وتعالى أعطاها ميزة مثل الدودة الشريطية، وأن تعيش تعيش في الأمعاء عندنا. طيب هي تعيش دودة واحدة في الجسم الإنسان. طيب أثناء وجودها طبعا هي حجم أحيانا يصل طولها إلى 4 متر أو 3 متر، ليش ما تسقط عزكم الله مثلا مع الفضلات في الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى أعطاها ميزة. لما تجد الرأس مثلا في الدودة الشريطية تلقى رأسها مميز بهذا الشكل، موجود حاجة يسمونها كذا بهذا الشكل هذا، لو تفحصها تحت المجهر تجد بهالشكل، وموجود حين بهذا الشكل هذا. هذه تسمى ممصات، وهذه تسمى خطاطيف، يسمونها إيش؟ خطاف. على الخطاف اللي على القنبة الذبيحة مثلا، هي ماسكة الخطاطيف هذه عشان تتشبث في أمعاء الإنسان وتمسك، ثم بعد ذلك بواسطة هذه الممصات تقوم بامتصاص الغذاء الجاهز. لهذا نجد أن طبعا الجهاز الهضمي فيها ضعيف التكوين، مع أن في أنواع البلاري في جهاز هضمي جيد من ناحية الهضم. وسمي الدودة الشريطية لأن جسمه مكون من شريط بهذا الشكل كأنه قطع الشريط. طيب طبعا بعد هي تتكاثر مثلا طبعا في جسم الإنسان مثلا، وهي دودة خنثى، أي تجد في كل قطعة راح تجد جهاز تناسل ذكري وجهاز تناسل في كل قطعة. بعدين يحدث إخصاب الحيوانات المنوية البويضة داخل قطعة، ثم بعد ذلك دائما آخر قطعة اللي تسمونها القطعة المثقلة، لأن القطعة تبدأ تنمو من هنا، يعني هنا القطعة بعدين يرجع يكون قطعة وتبدأ هنا. آخر قطع اللي هي تكون ناضجة، إيش معنى ناضجة؟ أي إن حدث فيها التكاثر تنفصل ثم تسقط عزكم الله مع الفضلات. طيب هل تستطيع أن تنتقل لإنسان ثاني مباشرة البويضات هذه؟ لا، تسقط البويضات هذه. في عندنا في علم الحيوان أو في البيولوجي بشكل عام في حاجة مصطلح يسمونه عائل وسيط. العائل الوسيط هو الوسيط بين كائن حي وآخر. يعني الدودة الشريطية لا، بعد ما تسقط بويضاتها مع البراز مثلا لا تستطيع أن تنتقل الإنسان مباشرة إلا أن تمر بعائل وسيط. من هو العائل الوسيط فيها الدودة الشريطية؟ العائل الوسيط هو الأبقار. عندما تأتي الأبقار تتغذى على النباتات، فيكون هذه البويضات سقطت على أوراق النباتات هذه، تدخل هذه البويضات إلى الأمعاء، ثم بعد ذلك تفقس في أمعاء البقرة، ثم تتحول البويضة إلى طور يسمونه الدودة المثانية. هذه الدودة تخترق جدار الأمعاء ثم تجي في العضلات في الأبقار، سواء كان عضلات الذرع أو الظهر وكذا. ثم يأتي الشخص عندما يذبح البقرة هذه المصابة مثلا ويأخذ اللحوم مثلا، وتكون هذه اللحوم غير مطية جيدا، وتأتي الدودة المثانية تنتقل للإنسان. فالدودة الشريطية تحتاج إلى عامل يسمونه عامل وسيط. طيب هذا بالنسبة لشعبة الديدان المفلطحة. قلنا الديدان المفلطحة جسمها مفلطح مكون من 3 طبقات، طبعا فيها تجويف جوي من فتحة واحدة للدخول والخروج. بالنسبة للتكاثر طبعا قلنا في بعضها وحيدة جنس وبعضها خنثى، وأشهر مثال على الدودة الشريطية، ومقسم إلى أنواع في بعضها حرة معناته حرة يعيش،
وياكل يتغذى، لكن المتطفل انه لازم يكون على كائن حي، واشهر مثال عليه اللي هو الدوده الشريطيه. ناخذ اخر شعبه اللي شعبه الديدان الاسطوانيه. طبعا انا قلت لكم قبل شوي الدوده الشريطيه مشهوره، هنا فيهم عندنا دوده مشهوره جدا اللي هي الاسكارس. طبعا هي ديدان صغيره جدا، يصل طبعا في المتر الواحد ممكن تجد يعني في المتر الواحد بالملايين اعدادها، مثل شعبه الاسفنجات نوعيه الاسكارس. طب وش ليش سميت اسطوانيه؟ طبعا التسميه هنا لان جسمها زي لو تجد دوده كان جسم الاسطواني كذا، زي الاسطوانه كذا، يعني لما تجي ترسمها بهذا الشكل تجد الدوده جايه بالشكل هذا، هذه دودة الإسكارس. ما يميز دودة الإسكارس عن الديدان المفلطح وش هو؟ هو وجود جهاز هضمي مكتمل. مو مكتمل طبعا، نقول مكتمل ايش معناته؟ انه فتحة فم ثم ينتهي بايش؟ هذا الفم، ثم هنا طبعا اللي فتحة الخروج اللي فتحة شرج طرد ايش؟ الفضلات. هنا يدخل الطعام من هنا ويهضم في الجهاز الهضمي، ثم الغير مهضوم والغير مستفاد منه يطرد خارج. هذه تلاحظ ان الفرق مع شعبات الديدان المفلطحه، الديدان المفلطحه وش كان فيها؟ فتح للدخول والخروج. ايضا هنا مكون جسم من ثلاث طبقات، هنا جسم ايضا مكون من ثلاث طبقات، ولكن هنا فيه نقطه بعدين بتاخذونها في الثانوي اللي هو قضيه اللي هو التجويف الحقيقي وعديم التجويف، لان هنا تكون الطبقه وهنا طبقه داخليه وبينهم يكون فاصل عبارة عن مليء بهذا السائل، هذا السائل يساعدها في الحركة لما تتقلص أجسامها. هذا ما يسمى بالديدان سكارس. نراجع سريع على موضوعنا المملكة الحيوانية، الخصائص عندي خمس خصائص، عديدة خلايا، قلنا ما لن تجد حيوان وحيد خلية، حقيقية النواة، التغذية غير ذاتية أنها تعتمد على كائن حي آخر أما تتطفل عليه أو أنها تلتهمه أو أنها تعيش على بقايا يسمونها محللة. الحركة تتحرك الحيوانات بعد ما تأخذ الطعام، لها القدرة على هضم الطعام. ثم تحدثنا بعد ذلك اللي هو عن التماثل، وقلنا صنفناها إلى قسمين، عديمة التماثل ومتماثلة. المتماثلة أيضا صنفناها إلى قسمين، تماثل جانب واللي قلته مثلا لما تضع خط مستقيم هنا في النصف منتصف الجسم المحور راح يقسم الكائن حي إلى قسمين متماثلين. الشعاعي اي خط يمر في النص راح يقسم الكائن الحي الى قسمين متماثلين، وهذه ما راح تجدها الا في اللاسعات مثل قناديل البحر، اي خط يمر في المنتصف راح يقسم الكائن الحي الى قسمين متماثلين. تمام. بعد ذلك تحدثنا في التصنيف وقلنا صنفناها الى قسمين، لا فقاريات وفقاريات. الفقاريات تشكل 97% من مجموعه الحيوانات موجوده في هذا القسم وتضم ثمان شعب، الفقاريات تضم فقط شعبه واحده اللي هي شعبه الحبليات. بعد ذلك استعرضنا أول أربع شعب من هذه المملكة اللي شعبة الإسفنجيات، وقلنا عديمة الحركة وتتغذى عن طريق الترشيح، إنه يدخل الماء من هنا محمل بالغذاء ثم تلتقط بواسطة الأصوات ثم بعد ذلك تقذف الفضلات إلى الخارج. النوع الثاني لشعبة الإسفنجيات لاسعات، وقلنا سميت لاسعات لأنها لها خلايا لاسعة تستخدمها في عملية شل حركة الفريسة للحصول على الفريسة واقتناصها كما هو مثل موجود بها. وطبعا تضم شعبة اللاسعات حيوانات حرة أغلبها تعيش في المياه سواء كانت المياه عذبة أو مالحة، وأشهر مثال عليها قناديل البحر. تتكاثر أيضا إما عن طريق التبرعم أو عن طريق التكاثر الجنسي. الديدان المفلطحة قلنا أجسامها مفلطحة، يعني جاء كذا كان مفلطح كذا مربع، وأشهر مثال عليها الدودة الشريطية، وتتميز عن الشعبتين السابقتين بأنها ثلاث طبقات، لكنها تشترك معهم في إيش؟ وجود تجويف جوف معوي، أي فتحة واحدة للدخول والخروج. آخر شعبة اللي شعبة الديدان الاسطوانية، وقلنا تتميز هذه بوجود ثلاث طبقات، لكنها فيها ميزة غير موجودة في السابقة، وهي وجود الجهاز الهضمي الكامل الذي يبدأ في فتحة الفم وينتهي بفتحة الشرج. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.